خلينا نتكلم حضراتكم شوية عن الطرق والكباري. لما تسأل الحكومة النهاردة عملت ايه يا حكومة، يقول لك عملنا طرق وكباري. انجازك وخططك ومجهودك وبكرة وبعده والمستقبل والحاضر والواقع فين يا حكومة؟ موجود في الطرق والكباري والمحاور، ودخلنا موسوعة جينيس وبقينا رقم واحد في افريقيا في انشاء الطرق والكباري. بتصرف الفلوس اللي بتجيبيها من بره بالفايز فين يا حكومة؟ في الطرق والكباري والمحاور والاسفلتات اللي بقت بتطوق البلد يمين شمال. مواطن شاف، لا شاف من ده الابيض ولا اسود، الحوادث بتزيد، المواطن بيدفع كل يوم حياته على واحد من طرق الموت، الكثافه المروريه زي ما هي، النهارده المحور لما بيقف بيخنق القاهره بالساعه والاثنين والثلاثه، الدائري كذلك، الصحراوي، الزراعي الصحراوي الغربي الشرقي، زراعي مصر اسكندرية، صحراوي مصر اسكندرية، زراعة القاهرة أسوان، كل الوضع اللي كان قبل 8 سنين ما زال هو الوضع الآن، على الرغم من الإنفاق والمشروعات والإنجازات في مجال الطرق والكباري. طلعنا قلنا يا سادة يا خلق، هو يا ناس يا اللي بتفكروا وبتفهموا بتعملوا المشاريع الغلط في المكان الغلط بالطريقة الغلط، قالوا لنا اطلعوا بالبلد، انتوا ضد التنمية والتطور، وانتوا مش عارف حاقدين على الانجازات ومش عاجبكم حاجة. منهم الكوبري اللي قدام حضراتكم ده. الكوبري ده انا مش جايبه من عند الست والدتي. الكوبري ده موجود في مدخل الكيلو 21 في العجمي بمحافظة اسكندرية. الكوبري ده اتعمل يعني قبل كام شهر. صرف عليه 305 مليون جنيه. 305 مليون جنيه حسب كلام السيد وزير النقل والمواصلات سيادة اللواء كامل الوزير. لكن لا، ترجع لي تاني على صورة الكوبري، لما تيجي تبص على هذا الكوبري تلاقي سبحان الله مفيش غير عربية واحدة ماشية فوق الكوبري، والطريق واقف على يمين وشمال الكوبري بهذه الطريقة. الكوبري ده زي ما قلت لحضراتكم اسمه كوبري واحد الكيلو 21 في العجمي. الكوبري ده المسخة اللي قدام حضراتكم ده هو النكتة بتاعة أهالي اسكندرية بقالهم حوالي سنة ونص. ناس اشتكوا للدولة، محافظة، وزارة النقل اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، والبرلمان واللي رايح واللي جاي. يا اخوانا انتوا بدل ما تحلوا المشكلة حطيتوا لنا كتلة خرسانة مسلحة في الطريق، فاللي رايح له عارف يروح ولا اللي جاي عارف يجي. النزلات معمولة غلط، معمولة قبل العجمي وبعد العجمي، ما بيستفدش من هذا الكوبري غير الجماعة اللي جايين من القاهرة رايحين الساحل فقط في الشهر ونص بتوع الصيف. قوم رغم كده الناس اللي مفيش في عينيها حسوة ملح ومش بتحس على دمها، امبارح او قبل 19 ساعة من النهاردة كانت وزارة النقل بتحتفل بالانجازات بتاعتها. من ضمن هذه الانجازات يا مؤمن، والصورة من على الصفحة الموثقة لوزارة النقل، هو كوبري الكيلو 21 تقاطع الطريق الزراعي البحري مع الطريق الدولي الساحلي. وجابوا لنا صورة هذا الكوبري بهذه الطريقة، وتحته الناس الزحمة أو العشقة زي ما بيقولوا، العشقة زي ما بيقولوا الجماعة يعني حبايبنا الطيبين في سوريا بهذه الطريقة. قوم بقى أهالي اسكندرية ما يعديش عليهم الموضوع. الناس اللي بتفهم في العجمي والكيلو 21 ما يعديش عليهم الموضوع، فكانت كل التعليقات بهذه الطريقه. انا يعني جبنا لكم التعليقات كلها على ولا من غير ما نختار. محمد بيقول ايوه افشل كوبري اتعمل للاسف في وسط انجازات المحموديه ومحور التعمير، واضح من الصور ازاي فوق الكوبري فاضي والزحمه تحت كلها. المفروض اللي عمل الكوبري ده يتحاسب بتهمه اهدار العام، المال العام. مجدي بيقول اجمل حاجه في الكوبري انه فاضي وسالك 100 100. احمد طب اعمل اي حل مؤقت للناس تعبت جدا. محمد بيقول له كوبري فاشل عامل ازمه مروريه من اسفله. اسلام اللي صمم الكوبري الفاشل ده عايز يتحاكم. زياد كوبري فاشل جدا لازم يبقى في حل للناس عامله ازمه كبيره. ايهاب بيقول له انتوا بتتباهوا بالفشل كمان، التخطيط الفاشل والكوبري اللي ملوش اي لازمه، ده غير انه عمل زحمه لا تطاق. احمد حسن قول له زحمه زي ما هي والكوبري فاضي، ركزوا في الصور، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جاهل. احمد بيقول الوزير شرح نقطه الكوبري دي قدام الرئيس النهارده وقال ان لسه في تكمله للكوبري هتتعمل، بس مستنيين مخطط المترو يكتمل عشان يحددوا هينفذوا الباقي ازاي، يبقى تعالى قابلني.
في واحد طالع في النص كده، جماعه اللي بيطبلوا وماسكين السجاط، ايوه قال له تحيا مصر. اللي هو تحيا مصر ازاي؟ المهم اي حاجه تحيا مصر. محمد بيقول ركزوا شويه وكبروا الصوره هتلاقوا الزحمه زي ما هي. اسامه لابد من محاسبه اللي فكر. محمد تحت اطلع كده ثاني. خالد اكتر كوبري ملوش لازمه. حامد كوبري فاشل. محمد كوبري يعني بص ما جبناش برنتات او صور تعليق وسيبنا تعليق، جبت لك التعليقات كلها على ولا من اولها لاخرها على منشور الصفحه الرسميه لوزاره النقل. واهل اسكندريه، شعب اسكندريه بيتحدى كامل الوزير في هذا الانجاز، واحد من انجازات الحكومه. 305 مليون جنيه مصري صرفوا على البتاع ده. اسمع كده اراء الناس. احمد بيقول له والله العظيم للاسف الكوبري ده عمل ازمه واختناق مروري رهيب في الكيلو 21 وبقى اسوأ من الاول. اسالوا اي حد ساكن في العجمي وشوفوا التعليقات على البوست بتاع الوزاره، يبقى الكوبري فاضي تماما والدنيا خربانه تحت. بس اكيد محدش هيطلع يقول احنا غلطنا في التصميم، في تصميم اتجاهات الكوبري وخلاص، اهو اتعمل وبقى انجاز ضمن الانجازات. ده كلام احمد الديب. اما صفحه معلومه فبتقول شكاوى عامه من سكان منطقه الكيلو 21 باسكندريه من كوبري ال 21 الجديد، اكدوا ان المنطقه ان فكره بناء الكوبري في هذه المنطقه لا فائده منها، بل بالعكس حولت المكان لمحور اختناق مروري بعد تكدس العربيات يوميا، والكوبري لا يستخدمه احد الا رواد الساحل الشمالي اللي هم البهوات اللي جايين من القاهره فقط ولا يخدم اهل المنطقه. اما محمد فخر الدين فبيقول الهيئه العامه للطرق والكباري انشات هذا الكوبري لحل مشكله كثافه المرور في هذه المنطقه، لكن للاسف كانت النتيجه كما هو ظاهر في الصوره، زاد الزحام وتفاقمت الازمه ولا تعليق. وده واحد من الانجازات اللي الحكومه عملته وطلعت تفتخر بيه يعني بمنتهى اللامبالاه. ناس حطت صوابعها في الشق اللي كان بيتاخر 10 دقائق في محور او طريق ال 21 مدخل الكيلو 21، النهارده بياخد ساعه وساعه ونص عشان الكوبري ده. واللي زادوا الطينه بله كمان رايحين عاملين دكاكين تحت الكوبري وبيأجروهم للمواطن، ودينا بنعمل سبوبه من ورا الكوبري اللي دفعنا فيه 305 مليون. شكاوى وازمات سكان المنطقه نجدوا المسؤولين بسبب زياده التكدس المروري في الساحل الشمالي، والكلام ده كان في مطلع العام الجاري او العام الماضي، لكن لا حياه لمن تنادي. محدش قرر ينزل ويشوف الا مره كده يا سياده اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه بعد الفضيحه ما بقت بجلاجل. الناس اللي رايح واللي جاي يصور الكوبري، شوف الناس عامله ازاي تحت الكوبري، الكوبري فوق ما فيهوش غير عربيه واحده ويمكن كمان تكون واحد راكنها دي بتاعه صاحب الشقه اللي في الوش. معايا فيديو للواء محمد الشريف لما راح يبص تحت الكوبري، وعد الناس في مطلع السنه اللي فاتت يحل المشكله، لكن لم تحل المشكله واحنا اعتبرناها انجاز. رئيس الحي، طيب بص المشكله بقى القهاوي دي كلها لما بتفتح يبقى انا مطلوب ثلاثه او اربعه من الاشغالات موجودين يوميا، انا نسقت مع مدير الامن عشان المرور يبقى هنا. المحلات دي لو فتحت وفرشت بره رجعنا زي ما كنا، يبقى هتفضل ازمه الكيلو 21 وازمه الكوبري 21، هي ده المهم. كل المحلات دي يتنبه عليها. المحل اللي هيخالف ويطلع بره الرصيف ده يتشمع. يتشمع ما يفتحش الا بتعليمات مني. في اي حد من الحي هنا؟ احنا محتاجين حد من الحي دلوقتي. شوف لي رئيس الحي. بس يا سيدي الحل بسيط اهو، احنا عملنا الكوبري غلط، عمل مشكله، يبقى المواطن هو السبب. هنعمل ايه في المواطن؟ هنقفل القهاوي، والمحل اللي هيحط قشة قدام المحل هيتشمع، وهنضيق الرصيف عشان نوسع الطريق اللي احنا سديناه اصلا باستخدام هذا الكوبري. انا فاكر في مارس 2020 يعني قبل حوالي سنتين وشوية من النهاردة، خرج علينا السيد رئيس حي العجمي وقال لنا ان توسيعة ميدان الكيلو 21 بإقامة الكوبري الجديد هيحل الأزمة المرورية. الكلام ده كان كلام السيد موسى رئيس حي العجمي باسكندريه، هو والسكرتير التنفيذي لما كانوا بيتفرجوا على الكوبري على المكان اللي هيتحمل فيه الكوبري. قال لك يا مواطن افرح يا مواطن، دي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، سياده اللواء الفريق الوزير كامل الوزير هيعمل لكم كوبري،
هيحل لكم المشاكل، وجم اتصوروا بالنظارات السوداء بالشكل ده ومشيوا، وبقت الازمه وزادت المشكله، والناس اتعمل الكوبري. محافظ اسكندريه راح مره تانية، لكن المره دي مع احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب، عشان يتفقد كوبري الكيلو 21. انا معايا فيديو لاحمد السجيني بيقول الدوله صرفت 305 مليون جنيه على الكوبري الا انه لم يحقق مبتغاه. خليني كده اصلح لك بقين، هو مش محققش، ده هو عمل مصيبه وزود الازمه ازمات، المشكله مشاكل. اسمع رئيس اللجنه المحليه في مجلس النواب. لا عليك تفتح المبنى، مع الوزير تفتح المبنى. احنا النهارده هذا الاستثمار المحترم اللي احنا بنحيي وزاره النقل والهيئه العامه للطرق والكباري والحكومه عليه، يجب ان يحقق مبتغاه. هذا الاستثمار الذي كلف الدوله ما يزيد عن 305 مليون جنيه في مساحه صغيره قد كده، بنشكر فيها القياده السياسيه وبنشكر فيها كل الوزارات المعنيه، يجب ان يحقق مبتغاه. هل حد مختلف على الفكر ده والمسألة ده؟ طيب هذا الوضع الحالي لا، ثبت لنا كلنا على الطبيعه انه لا يحقق مبتغى الذي من اجله انشا هذا الكوبري وهذا الاستثمار. فبالتالي احنا كلنا نتعاون، اذا قدرنا ناخد مترين من الرصيف ناخدهم. طب والله انا عجبني الراجل ده، يعني عارف انت ايه، انا هنقد لكن مش هاجي على حد. البتاع معمول غلط لكني بشكر القياده السياسيه، والتصميم مش حلو في مكان مش حلو لكني بشكر هيئه النقل والمواصلات والسيد وزير النقل. طب الحل فين؟ اخر بقى قال لك طب ما تيجي ناخد حته من الرصيف، والمواطن ابن البطه السوداء مش لازم يمشي على الرصيف بقى. هو انت عايزنا نطلع احنا غلط؟ لا، ده المواطن هو اللي يطلع غلط ورقبته او جزمته فوق دماغه من فوق، ونشيل الرصيف ونهد القهاوي ونقفل المحلات ونطلع نقول لكم انجاز يا مواطن، انجاز من انجازاتنا اللي انت ما كنتش تحلم، لا انت ولا اللي قبلك، ان احنا نعمل لك هذه الانجازات. 22 طلب احاطه في البرلمان قصاد هذا الكوبري، 22 طلب احاطه على طاوله محليه النواب بحضور محافظ اسكندريه بسبب كوبري الكيلو 21 305 مليون جنيه. فيش واحد فيهم قدر يوجه اتهام لوزاره النقل او السيد المحافظ او السيد الوزير او واحد مسؤول او الهيئه الهندسيه اللي عملت الكوبري. قال لك يا معلش ايه يعني 305 مليون في بلد بتصرف مليارات على المهرجانات والافلام والمسلسلات، وايه يعني زودنا زحمه المواطن؟ ايه يعني المواطن اللي رايح شغله يتاخر ساعه ونص فيتخصم له يوم؟ ايه يعني اللي عنده امتحان ما يمتحنش؟ هو هيعمل ايه اصلا التعليم في وطن ضايع؟ ايه يعني المواطن اللي تعبان ما يلحقش المستشفى؟ ما هو كده كده لو راح المستشفى مش هيلاقي دكتور ولا هيلاقي خدمه طبيه. والغريب يعني عارف اللي فارسني في الموضوع، انهم بيعتبروا هذا انجاز وحاطينه على الصفحه بتاعتهم، لكن شكرا شعب اسكندريه روقوهم، عملوا معاهم الصح. احلى حفله كانت موجوده في التعليقات على منشور وزاره الري النقل.